FM. الكلمة ليك سيد الحبيب سيد يستحق التكريم، ودائما أنا عندما نسمعوه أو يوصلنا الكلام اللي قاله في الاجتماعات المشتركة دائما يتحدث على معنى الجندية، وحقيقة هو شخص يعني مستقر في الأداء متاعه وفي أخلاقياته، يعني تحسش عنده تغيرات أو اضطرابات أو إلى غير ذلك، ويستحق هذا التكريم. لهذا فقط هو يستحق التكريم كرئيس حكومة، وماذا بينا معنا يدخل في تقاليدنا أن نوسمه ونقدره ونحترمه كل من يقدم خدمة لهذه البلاد. الكلمة ليك.